ديال عطات واحد الجماليه زوينه للشارع ما شاء الله، يعني خدموها مقير. خوتكم الله يحفظكم، عيدكم مبارك سعيد، باش ما تمنيتو ان شاء الله في الصحه والسلامه. حنا كنتواجدو الان في على قنطره واد الشرعه، قنطره واد الشرعه، غادي ندير لكم ان شاء الله واحد الجوله خفيفه باش تستمتعوا معنا بهذه الجوله الليليه، ليله عيد. كلشي فرحان، كلشي مسرور ما شاء الله. نتمنى من الله يكون هذا الشهر مغفره من الذنوب، اواخره عتقكم من النار. اذا كما كتلاحظوا السيركيلاسيون ديال مدينه بركان هذه العشيه هذه كان شويه سيركيلاسيون بزاف، الناس كما كتعرفوا يعني بالنسبه للنهار الصباح كان شويه خاويه الدعوه. السيركيلاسيون عامر بالنسبه لمدينه بركان في العشيه، وحتى الليل كما كنشوفوا حنا يعني بزاف ديال السيارات ديال الدراجات الناريه كما كتلاحظوا. بالنسبه للمقاهي، المقاهي عامره، مقاهي عامره يعني وكاين بعض المحلات اللي مازال ما فتحت كما كتلاحظوا، يعني المحلات التجاريه اللي راها مبلعه نظرا للعيد. كاين النهار الاول والنهار الثاني كاين المحلات اللي كتبلع يومين، كاين المحلات اللي كتبلع ثلاث ايام كما كتلاحظوا. نوقفوا هنايا يعني ندير واحد الصوره تذكاريه عاود لهذا المنظر الجميل، يعني واحد المنظر اللي زوين. ان شاء الله غادي ندير واحد الجوله شوارع مدينه بركان، جوله ليليه في المدينه. اوتيل روزالينا اسباني، الشارع الكبير، نجوم، وسط المدينة اتجاه راس الماء. تحية الناس كابدولو، تحية الناس الناظور، تحية الناس وجدة، الناس الغرب منطقة الشرقية، الناس الغرب، الناس كل الناس الجالية، تحية الناس الجالية والجالية. إذا غادي ندير واحد الجولة عند الليمونه، غادي نوليو نطلعو عاود من جديد باش نشوفو الدعوه في دايره تما. حي الحسني، حي المسيره، وسط المدينه، والذهب في مونتينا. بزاف ديال الناس اللي خواو المدينة مشاو يديرو التهاني ديال العيد، مشاو يديرو صلة الرحم. بالنسبة للعشية ديال العيد كتكون دائما مع الأحباب ومع الأهل والأقارب ومع الناس كتزور الأحباب والأهل. تحياتي ناس الرباط، ناس الدار البيضاء، المحمدية، الوداية. نحن طالعين لبني جديد باش تشوفوا الأجواء كي دايرة تما. الشارع هذا مسكين كاع مظلم، راه غادي يصوبوه إن شاء الله، غادي يولي تا هو عريض
وعنده الاضاءه ديالو، ولكن ما عرفناش فوقاش. هذه هي أجواء ليلة العيد في مدينة بركان. الحمد لله والشكر لله، اللهم لك الحمد. الحمد لله والشكر لله. أنا الحمد لله رب العالمين على هذا الخير تاع الله سبحانه وتعالى. دائما حاولوا تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم وتشتركوا في القناة باش يوصلكم دائما الجديد. زعزع البلدي زعزع البلدي وتحطها وين وين دوز اخويا هاني. دائما صورة تذكارية في شارع ابن سينا. هكذا هي شوارع مدينة بركان ليلة العيد.
عيدكم مبارك سعيد، مش متمنيته ان شاء الله الصحة والسلامة طول العمر ان شاء الله والعمر المديد. إذن على بركة الله، كما كتلاحظوا شوارع مدينة بركان دائما 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 عامرة بأبنائها ما شاء الله. ربما يبان لكم الهلال فوق في السماء، ديال صلاة العيد في الصباح في القناة راه كاين صلاة العيد مباشرة من مدينة بركان. كان الجو كان زوين تبارك الله، كانت الشميشة، بالنسبة للحضور كان حضور تبارك الله بكثرة أبناء المنطقة، يعني ما شاء الله، يعني كما كتلاحظوا احنا شفنا المصلى ديال بوهديلة تبارك الله، يا سلام تبارك الله، كتفرح ملي كتشوف هاد الناس كتجي كتصلي، كبار ناس، كبار ناس صغار ناس، يعني الحمد لله، الحمد لله على الاسلام، الحمد لله على الدين الاسلام، الحمد لله. نهاركم مبروك، تحياتي لكم إلى فيديو قادم إن شاء الله، مع السلامة.